فيروس كورونا وعودة الإجراءات الاحترازية لحياتنا اليومية وتوقعات جديدة خرجت بها منظمة الصحة العالمية تؤكد من خلالها حدوث جائحة صحية عالمية على غرار أزمة كورونا. وبسبب هذه التوقعات والتصريحات ساد القلق في جميع دول العالم، خاصة وأنه ظهر خلال الشهر الماضي متحور جديد من متحور كورونا وهو EG5 في بلاد كثيرة حول العالم. فلماذا قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار هذا التوقع؟ وهل نحن فعلا على موعد جديد مع فيروس كورونا من جديد؟ هذا ما سنوضحه ونجيب عنه من خلال هذه التغطية. حالة من القلق الكبير حدثت في جميع دول العالم عقب اجتياح متحور جديد من فيروس كورونا، وعلى غرار أزمة كورونا خلال السنوات الماضية أصبح هناك قلق من حدوث جائحة صحية عالمية مرة أخرى، حيث أن العالم يمر بتغيرات جيوفيزيائية ومناخية أدت إلى انتشار الأمراض وأيضا الأوبئة. وعلق الدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرقي المتوسط على توقع بعض المتخصصين حدوث جائحة صحية عالمية على غرار أزمة كورونا خلال السنوات الماضية. وأيضا قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أمس الاثنين قبل انعقاد الدورة 70 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط RC70، أن العالم يمر بتغيرات جيوفيزيائية ومناخية أثرت على نمط انتشار الأمراض مثل الكوارث كالزلازل مثل زلزال تركيا والمغرب أو فيضانات مثل ما وقع في مدينة درنا الليبية وباكستان العام الماضي. وأكد أن الكوارث الطبيعية والتدخلات البشرية تسببت في تغيير التوزيع الجيوفيزيائي ونمط انتشار الأمراض، على سبيل المثال انتشار البعوض قناقل للأمراض، مشيرا إلى أن حدوث جائحة أخرى أمر وارد الحدوث ولكن لا نعرف الموعد، وبالتالي يجب تقوية النظم الصحية للتعامل مع الجوائح المستقبلية. وبهذه التصريحات فقد أكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن ما مر به العالم من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات سيتسبب في ظهور وباء جديد أو عودة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى أو متحور جديد منه. وبالفعل خلال الشهر الماضي ظهرت سلالة جديدة من متحور كورونا الجديد EG.5 أو من أوميكرون البديل المعروف باسم XBB.1.9.2، ويتشابه مع متحور أوميكرون لكنه ينتشر بشكل أسرع، ويمتلك المتحور الجديد طفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمحتويات أو للمتحورات واللقاحات السابقة. ووفقا أيضا لمنظمة الصحة العالمية فإن معظم العينات المبلغة كانت من الصين ووصلت إلى 2247 عينة، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل فكانت الولايات المتحدة الأمريكية ب 1356 وكوريا 1040 عينة. خلينا نكمل مع حضراتكم بالتفاصيل ونقول ان كمان بينما العينات المبلغة من اليابان كانت اقل من ذلك ووصلت الى 814 عينة، وكندا 392 واستراليا 158 وسنغافورة 154، فيما كان عدد العينات من المملكة المتحدة 150 عينة وفرنسا 119 والبرتغال 115، واقل الدول كانت اسبانيا ب 107 عينة. ولم تكن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الوحيدة التي حذرت من فيروس كورونا، بل حذرت منه أيضا الدكتورة التي تعرف بالمرأة الوطواط في ووهان، وأكدت أنه من الممكن أن يحدث تفشيا آخر ناجما عن فيروس تاجي مختلف خلال الفترة المقبلة. كما أيضا حذر من ذلك أيضا الدكتور شي تشينغ لي عالم الفيروسات في معهد ووهان لعلم الفيروسات سيء السمعة WIV في الصين وعلماء آخرون في بحث حديث من أن العالم يجب أن يكون مستعدا لتفشي المرض مرة أخرى.
وقالوا أنه نظرا لأن الفيروسات اللاتاجية مثل كوفيد 19 تسببت في ظهور الأمراض من قبل، فهناك احتمال كبير أن تتسبب في تفشي المرض في المستقبل. ونشرت أيضا التصريحات صحفية في ديلي ميل البريطانية. وإلى جانب تصريحات منظمة الصحة العالمية والعلماء، فخلال مارس الماضي توصلت دراسة جديدة إلى نتيجة أن فيروساً شبيهاً بكورونا اكتشف في الخفافيش البريطانية، من الممكن أن يتحور وأيضاً يصيب البشر. وقال الباحثون إن الفيروس يمكن أن يتكيف لينتقل إلى البشر، علما أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان لديه أي احتمال للتسبب في ضرر. وبالفعل فحص العلماء روس عشرات الخفافيش في المملكة المتحدة بحثا عن الفيروس، ووجدوا 9 أنواع من الفيروسات، أحدها يقع على بعد طفرة واحدة فقط من وجود بنية متشابهة، لما يجعل كوفيد معديا جدا. وأيضا قال البروفيسور فرانسور بالكوس من جامعة كوليدج بلندن أن المخاطر غير معروفة ولكنها تتطلب مراقبة أكثر صرامة. ووضح أنه لم يكن أي من التجارب خطرة بأي شكل من الأشكال، وأيضا لم يتم استخدام أي فيروس حي، كما تم إجراء جميع التجارب المعملية باستخدام فيروسات كاذبة وآمنة أيضا تماما. وتعليقا على تصريحات منظمة الصحة العالمية، قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء أنه يجب أن نتعامل بالإجراءات الاحترازية في حياتنا اليومية سواء في وجود فيروس أو في عدم وجوده، وذلك لأنها تعد وقاية للشخص من الإصابة بأي أمراض وليس متحور كورونا فقط. وأيضا أكد خلال تصريحات خاصة لصدى البلد أن توقعات منظمة الصحة العالمية ليست مؤكدة، ويجب أن يوجد عليها شواهد، ويجب على كل شخص أن يضع في ذهنه دائما عبارة الوقاية خير من العلاج، ويجب على كل شخص أيضا إذا شعر بأي تعب على الفور يذهب إلى الطبيب الخاص به. كما أكد أيضا عضو مجلس نقابة الأطباء أنه يجب على الجميع اتباع إجراءات الوقاية والتطعيم وأن يلتزم بالتباعد الاجتماعي. وهذه النصائح بالفعل سبق وأكدت عليها وزارة الصحة، ووضحت أنه يجب دائما الالتزام بالعادات الوقائية، ونصحت وزارة الصحة بضرورة تطبيق الاحتياطات اللازمة وارتداء الكمامة بالمدارس وعدم حضور الأطفال المصابين بنزلات البرد والذين يعانون من أعراض طبعا زي سيلان بالأنف وزكام وارتفاع درجات الحرارة والكحة والبلغم وفقدان الشهية، أو الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا. وفي نفس السياق سبق وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الفيروسات تكثر في الشتاء، وفي ذلك الوقت من كل عام بترتفع بالفعل معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، ولكن يختلف نوع الفيروس المنتشر كل عام. وأيضا وضح أنه لابد من رفع مناعة الأطفال عن طريق الأكل الصحي وشرب السوائل بكثرة والتنظيف المستمر للأسطح والإكثار من السوائل والأغذية التي ترفع المناعة، وأيضا تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي كالبرتقال والليمون، مع مراعاة طبعا التغذية والتهوية الجيدة وعدم التعرض للبرد بشكل مباشر. وأيضا ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وأيضا ارتداؤها في وسائل المواصلات العامة. في النهاية طبعا احنا بنتمنى عدم المرور بأي جائحة صحية مرة أخرى، وبذلك طبعا كده بتكون انتهت تغطيتنا. بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.